ومن ساندسك جاب معي اليوم السانسا فيوز اللي هو مشغل الوسائط المتعددة أو المالتي ميديا بلاير اللي بيلعب MP3 وMP4 والعديد من الوسائط الأخرى أو الصيغ الرقمية الأخرى. طبعا السانسا فيوز MP3 player وMP4 player وWMA player. فيه عندك الدايلر هيدا اللي تعودنا عليه من أو الأكثر شهرة موجود عندنا على الآيبود. التاتش تبعه كتير مختلف عن الآيبود، أنا بعتبره أحلى بكتير لأنه عن جد فيزيكلي بتتحرك الدايلر نفسه. السانسا فيوز بيجي فيه ميوزيك بلاير مشان تلعب MP3s أو الملفات الصوتية اللي بتستخدمها، بيجي فيه فيديو بلاير مشان MP4 موفيز، وبالإضافة إلى هيك فيك تستعرض فيها الصور الشخصية، وفيه FM تونر وفويس ريكوردر. خاصية كتير حبيتها فيه وبتختلف عن مشغلات الوسائط المتعددة الأخرى واللي هو فيه مايكرو اس دي ريدر، ما بعرف إذا شايفينها. المايكرو اس دي ريدر بيجي فيك إنك تعمل تحمل بيانات على مايكرو اس دي وتحطها هون بإقراها السانسا فيوز. تعتبر فتحة بطاقة مايكرو اس دي واحدة من الملامح المميزة للمشغل، حيث توفر هذه الفتحة للمستهلكين القدرة على إضافة المحتوى بشكل سريع وإعطاء متسع لإضافة آلاف الأغاني وساعات من الفيديو والصور. تمكن هذه الفتحة المستخدمين من نقل الموسيقى والصور والفيديو من مشغل سانسا فيوز إلى الهاتف النقال أو حتى جهاز الكمبيوتر وبالعكس. ويتمتع مشغل سانسا فيوز بدعم خدمات تحميل الموسيقى من خلال شبكة الإنترنت من مثل مواقع نابستر وإي ميوزك للتحميل عبر الإنترنت من مستودعات الموسيقى، وهو مصمم أيضا لدعم الإكستنشنز من مثل الـ MP3، الـ WAV أو الـ WAV أو الـ WAV، الـ Audio Files والـ WMA حتى إذا كانت الملفات محمية أو غير محمية. كما أن بطارية المشغل السهلة التعبئة تشغل الجهاز لمدة 24 ساعة من الصوت والفيديو، كما ويتناسب مع نظام تشغيل الكمبيوتر ويندوز ولينوكس وماك أو أس إكس. طبعا خاصية أخرى لازم نضيفها على الفيتشرز اللي موجودة بالسانسا فيوز إنه السعة التخزينية اللي موجودة بالجهاز هذا تبدأ من 2 جيجا بايت و 4 جيجا بايت وبتوصل لغاية 8 جيجا بايت. أكيد ما تنسوا خاصية المايكرو اس دي اللي دائما بتحلك تنقل الملفات من جهاز إلى آخر إلى السانسا فيوز ومن السانسا فيوز إلى أي هاتف محمول أو كمبيوتر.